نريد رئيسا صالحا لمصر يعي حجم القهر وحجم الفقر وحجم الإسلام وحجم الاستبداد الذي عاشه الشعب المصري طيلة حكم 30 سنة لانفساد حسني مبارك. لن نسمح بدكتاتور آخر يأتي إلينا. وأنا صحفي ومسؤول عما أقوله ولدي المستندات، ولهددني أحمد شفيق ورجاله بالقتل إذا لم أتوقف عن النشر، وما زلت حتى الآن لن أتوقف عن النشر. وآخر نشر أهو ويموتوني بقى. أدي أحمد شفيق، أحمد شفيق يموتون. آخر حاجة بشرها النهارده على أحمد شفيق، يموتون أحمد شفيق بالمستندات، بالمستندات أحمد شفيق، بالمستندات أحمد شفيق أهو، بالمستندات أهو أحمد شفيق. أستاذ من يريد أن يعرف أحمد شفيق فليأتي، من يريد أن يحمل أحمد شفيق فليأتي. هذا هو أحمد شفيق، أحمد شفيق، هذا هو أحمد شفيق. يقول أحمد شفيق من فلول، هو الفلول، هو أحمد فلول. اسم ماجد علي، رئيس تحرير جريدة الأمان، وعضو نقابة الصحفيين، ونائب رئيس تحرير جريدة المصرية في مصر. مسؤول عما أقوله.